السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن حميد الطاير رئيس للجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا. وكانت صحيفة البيان الإماراتية كتبت اليوم: اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم اختيار حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيسا للجنة الإعلام والتسويق في الاتحاد إلى جانب عضوية اللجنة التنفيذية. وتم ضم كل من سيف محمد، سيف مجد المنصوري، وخلفان جمعة بهلول عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة للجنتي المسابقات والتطوير باتحاد غرب آسيا، وحمد الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل باتحاد الكرة للجنة القانونية، وعبد المنعم السويدان للجنة الانتخابات، فيما يشغل أمل بوشلاخ عضو إدارة اتحاد الكرة منصب نائب رئيس لجنة كرة السيدات. وكان قد شهد اجتماع اللجنة التنفيذية مناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها بطولة الرجال العاشرة المقررة في الإمارات والتي تم تأجيلها مع بداية العام الحالي إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا، وسوف تقدم لكم المقترحات عن مواعيد بطولة تحت 23 عاما وبحث إمكانية إقامة بطولة الشباب الثالث بعد أن حققت البطولة إنجازات عظيمة جدا وهي متميزة أيضا وينتظرها الجميع. واليوم نقول لحميد الطاير ألف مبروك هذا المنصب، وأنت قادر على أن تضيف إليه الكثير نظرا لما تتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال، وأيضا هو من الأشخاص المحبوبة لدى الجميع ومن الجميع، وبدأت بالفعل العديد من التهاني يقدمها محبي هذا الرجل ويدعون له بالتوفيق إن شاء الله. ونقول له ألف مبروك وكل عام وأنت بخير والرياضة بخير وكل محبي الرياضة بخير ورمضان كريم.